مفاجئ. يقول دكتور صلاح يقول مفاجئ سالم تصدر المشهد وانشطر الخنجر والحلبوسي. إيه بس كرسي البرلمان هم مو هي. يعني هو ليس بالمفاجئ بالعمل السياسي بقد ما يكون مهم بالنسبة للقوة السياسية خاصة السنية. يعني خاصة السنية لأنه اليوم لم يكن هنالك توافق على شخصية معينة من القوة السياسية السنية. صح. وبدأ الانشطار من القوة السياسية السنية. وهذا صدر إلى قوة الإطار الآن يكون هنالك شخصين أو ثلاثة أشخاص. وبالتالي الإطار هو صاحب القرار يعني بالعرف السياسي هو صاحب القرار لحسم ذلك الأمر. ولو كانت الإمكانية للقوة السياسية أن تصدر شخصا واحد لرئاسة البرلمان لذهب الكريم لرئاسة البرلمان مباشر. لكن العملية السياسية وأعتقد اليوم خطورة المرحلة الراهنة أصعب بكثير لامتحان القوة السياسية أمام الجمهور. أعتقد سيادة السلطة التشريعية ربما تتصدع في هذه الفترة إذا لم يكن اختيارا دقيقا واختيارا بتوافق وطني لرئاسة السلطة التشريعية. صحيح. عملية الذهاب إلى باتجاه كريم أو باتجاه أي شخصية أخرى إذا لم تستند على ركائز كبيرة في القوة السياسية سيكون الأمر طارئ. وإحنا ما نريد نذهب إلى رئاسة طارئة وهذا أيضا يذهب إلى عملية مربكة. وأعتقد أن اليوم القوة السياسية مدركة لخطورة وجودها أمام الجمهور العراقي وأمام المنظومة الدستورية. أعتقد اللي هي المفاجأة اللي صارت عند خروج السيد الحلبوسي صار هنالك ارتباك في عملية صنع قالب من هو الرئيس القادم. صحيح. اليوم أعتقد الإطار وقوة الإطار وقوة أخرى غير القوة السياسية السنية ذهبت باتجاه صنع قالب وفق معايير لاختيار. ممكن أن يكون صعوبة لقناعة القوى السياسية السنية لكن أعتقد الذهاب إلى الجولات الانتخابية ربما سيعطي نوعا ما إدراك لقوى الإطار في هذا الأمر. طيب أكو اجتماع صار للحلبوسي وللخنجر وقالوا راح إذا تتذكر قبل مجالس المحافظات قالوا راح نرسل مرشح واحد بعد أن نتفق وعدنا 62 وإحنا ما حد يقدر يتجاوزنا كتلة سنية أكبر. هسا اللي أشوفه أكو صراع خنجري حلبوسي على كرسي رئاسة البرلمان. هذا شلون نشأ؟ يعني هذا الأمر طبيعي داخل الساحة السياسية السنية لأنه إذا أردنا أن نتحدث عن الأسبقية في المشهد السياسي فإن الخنجر ربما كان يتمكن سياسيا في المشهد السياسي في المنطقة السنية ممكن وربما يعتبر من أحد المراجع السياسية في هذا الأمر. وظهور المفاجئ للسيد الحلبوسي وهو شاب وتمكن أن يصل إلى هيئة الرئاسة هذا الأمر يعني نقدر نسميه محسوم معنويا لدى القوى السياسية السنية أنه منصب سيادي بهذا المستوى لا يمكن أن يفرط به. صحيح. وبالتالي اليوم الفرصة قريبة من تكون من السيد الخنجر أو من أطراف السيد الخنجر وبالتالي هذا السباق أمر طبيعي. وحتى السيد الحلبوسي مقتنع بهذا الأمر وربما في الجولة الثانية سيكون متغير عند السيد الحلبوسي والتوجيه من الإكريم حتى لا يخسر الجو العام ربما سيذهب إلى السيد العيساوي وهو من وهو ابن الأنبار وبالتالي هنالك محافظة على الكرسي أن يكون للرمادي. إيه بس العيساوي مو سهل يعني ما يجازف الحلبوسي يودي واحد ممكن أن يسحب البساط من تحت الحلبوسي ويخلي الزعامة السنية يعني ربما بيد أبو عيسى يعني ما يسويها. صار حديث في الأروقة السياسية لأنه أيضا السيد العيساوي هو جزء من السيد الحلبوسي وهذا ربما قد يكون أمر طبيعي أيضا لأنه تعرف الشراكة السياسية هنا وهنا. صحيح. وبالتالي هذه الإمكانيات المتوفرة على السيد الحلبوسي و يعني وضعه في الأوساط إقليميا ومحليا ودوليا ممكن أن يكون هنالك بدائل لهذا الأمر. لا يمكن لأي قوة سياسية أن تجازف بمحور واحد ما دام أن يكون هنالك مناورة بطرف آخر. جميل. وبالتالي هي الحصيلة للمكون. قبل لا أروح دكتور ليش أريد إجابة سريعة قبل لا أروح الكريم ممكن ينطي ضمانات كبيرة للحلبوسي في تولي كرسي الرئاسة. العيساوي ممكن أن ينطي؟ لا ما ممكن. السيد العيساوي متوجه بإرضاء القوة كاملة قوة سياسية كاملة. جميل.